حب وفجر نار. ليس ببعيد عن سفارة الولايات المتحدة في عمان احتشد مئات الأردنيين للتعبير عن الرفض والغضب لكل الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة ولبنان. الهتافات والصور والشعارات كلها تعبر عن رفض الأردنيين لكل الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، لا سيما في شمال القطاع الذي يتعرض لحصار مطبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ خطة الجنرالات. من هذا المكان تنطلق رسائل الأردنيين إلى كل العالم للوقوف على مسؤولياته وكبح جماح عدوانية الاحتلال المستمرة بحق المدنيين، مطالبين بضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لإنقاذ القطاع لا سيما شمال القطاع، ومطالبين بمحاسبة رموز الاحتلال على كل الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين. الرسائل الأردنية تعبر عن التضامن مع كل الشعب الفلسطيني وتدين بأشد العبارات هذا العدوان المستمر على كل المدنيين في غزة ولبنان. الجميع يطالب بقطع التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي، قطع التعاملات أيضا مع الولايات المتحدة، وهي الرسالة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بضرورة وقف هذا الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة ولبنان. المطلب الأردني قطع جميع التعاملات، إغلاق سفارة الاحتلال، إنهاء العمل بالاتفاقيات الاقتصادية، والمطلب الرئيس في كل وقفة وفي كل مسيرة هو إنهاء العمل بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. غيث الرقاد، الغد، عمان.